السلام عليكم خالتي، ان شاء الله تكونوا بخير. هذا وين تلقوني انا نورهان عبد النور. شوفوا ثاني بزاف تلقاو خمسه عبد النور وليد محمد وواحد طفل معنا. مازلنا نستنى في بقيه المعتقلين 11 وخاص خاصه خالد. مازال خالد زغواني اللي عنفوه بقوه، عطاوه طريحه يعني جامي شفتها في حياتي في السنترال، ومازال لحد الان يضربوا فيهم ومش حابين يطلقوا حتى يحل التليفون. لا ما على باليش على واه حابين جماعه ثاني داو لهم التليفونات، حابين نلفقوا لهما. انا ردوا لي هذا باش ما عندهم ما يديروا به. حبوا يلفقوا تهم خالد. الاعتقالات تاع اليوم ما كانتش اعتقالات كيما مالفا من قبل. الاعتقالات تاع اليوم كانت بالضرب بالشتم. انا طفله وضربني، عطاني طريحه تاع انا محال بابا يضربني ولا خويا ولا خالي يضربني كيما ضربني البوليسي اليوم. وكاين لهم ربي، ما نقدرش نحاسبوكم دركا، ما نقدرش نحاسبوكم دركا باسكو ما عندناش عداله. بصح كي تولي دوله تحققوا قانون تحاسبوا بكل، وكنحاسبكم عند ربي سبحانه. وكي لكم ربي على بوليس، وكي لكم ربي تضرب طفله بالكف وتسب لها امها، قمه ماشي امن وطني. وان شاء الله دوك يتلقوا خاوتنا اللي خاوتنا الاخرين ما راحين يخرجوا. عبد النور ثاني يخرج، نخمو غير في خالد زغواني. ان شاء الله يطلقوا سراحه، وحنا ما راناش حابسين. بربي ان شاء الله يتفك حصار حصار على حراك الطلبة ودولة مدنية ماشي عسكرية. ما عناش حابسين، نخرجوا بثلاثة الجماعة نبقاو ديما خارجين وما تخوفوناش. والهاي ليكم عيني، ها خط زرق في البيت وصب لي ما حبيت نخوف ماما بابا نحكي قدامها وزنها وكاع. وما ناش حابسين وكي لكم ربي دولة مدنية ماشي عسكرية. شو ليك عيني تصعيد يا خوتي، راهم مخوفهم بزاف. انا هادي قاعدين يهزوا عندو في الكلاب. حقارين الطلبة، حقارين الطلبة، حقارين حقارين. حنا طلبة ما ناش ارهاب، طلاب ماشي ارهاب. دور عندك وزيدي قول لي شكون انت باش تخرجي. قال لي انت ما كاينش طالبه، جبت له لاكار ديسيزيون. قال لي ما على بالناش. المهم حنا ما راناش حابسين، وكي لكم ربي على الشيء اللي درتوه. ضربتونا، ضربتوا بنات، وصلت بكم انكم ضربوا طفله وباقي يضرب في نورهان. سيزو نورهان ضربوها بزاف. والله وكي لكم ربي، والله وكي لكم ربي، حنا ما راناش حابسين. ديروا واش ديروا، تيريوا علينا. حنا ما راناش حابسين حتى تولي دوله مدنيه ماشي عسكريه، حتى نولي عايشه حره في بلادي. تما نحبس وندخل للدار، والله ما انا حابسين. ان شاء الله يتلقوا سراح خالد زغواني وبقيه المعتقلين. دوله مدنيه ماشي عسكريه.